السلام عليكم، احمد مصطفى من ثوار مدينه التحرير. النهارده جمعه الحداد على شهداء الثوره منذ 25 يناير 2011 الى احداث مجلس الوزراء. جايين نقول النهارده ان مفيش احتفاليه بثوره 25 يناير لان الثوره مستمره. هدفنا القصاص العادل السريع، قصاص عاجل من قتلة الثوار. ايضا مطالبنا الاساسيه هو تسليم السلطه لرئيس مجلس الشعب المنتخب من قبل شعب مصر لرئاسه الجمهوريه الى ان يدير شؤون البلاد لحين تولي منصب رئاسه الجمهوريه لاي شخص ينتخبه الشعب سلطه مدنيه.